مش هحط لك كده. تعالوا صور. بالنسبة لاستهلاك العسل استهلاك كامل فهو سلعة شعبية جدا يقوم عليها استهلاكها المناطق الشعبية في القاهرة، وذلك لوجود بعض العناصر الموجودة داخل العسل مثل الحديد واليود، فهي تقوي وتمنع وجود بعض الأمراض التي تكون في جسم الإنسان، فهي صناعة واعدة بالنسبة للصحة العامة للإنسان. من 10 سنين كان كل عسل مثلا ب 5 جنيه وب 4 جنيه، النهارده ب 10 جنيه وب 12 جنيه. هاي يردوا في البيت غير المفتاح، لان كل الجو انت عارف الغالة والبتاع، لان القصب لما يجي زي ما يجي الفدان دلوقتي في دور كم يجي الفدان ب 5000 جنيه، النهارده الفدان ب 15000، يعني زاد ولا ما زادش؟ لو ما زادش يبقى لك وحط بقى محاش يزرع قصب. العسل في العصارة يتراوح من عدد الساعات، كل ما العصارة تشتغل عدد ساعات أكتر كل ما الإنتاج يزيد، زي مثلا كل اليوميات هنا شغالة من 7 ساعات لـ 8 ساعات، بيتراوح الإنتاج بتاعها عبارة عن 5 طن أو 4 طن على حسب الإنتاج وعلى حسب القصبة اللي هي فيها العسل، لأن في أرض يبقى فيها عسل كتير وفي أرض يبقى فيها عسل قليل.